السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة ميرابيلا. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم جوج نواع ديال الكريب مالح وحلو، كيجيو رائعين بزاف وسهلين واقتصاديين. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. للعجين ديال الكريب غنحتاجو عندنا سطرو ديال الحليب، جوج كيسان ديال العنبه ديال دقيق فرص تكون نوعيه جيده، معلقه كبيره ديال الزبده وجوج بيضات، الحشوه المالحه، عندنا لدن فيمي، الفرماج مربعات، فرماج حمر، البزار والملح والحلو الكريب حلو. عندنا نص كاس ديال العنبه ديال لاكريم، لاكريم فريش، واحد معلقه صغيره ديال الفاني، وشوكولات مربعات. هنا عندي 20 مربع، هذا غير الشوكولات العادي، ماشي شوكولا غير الشوكولات العادي. بسم الله على بركه الله، اول حاجه غادي ناخذ الخلاط الكهربائي، غادي نوجدوا فيه ديك العجين ديال الكريب، نديروا فيه داك السطرو ديال الحليب، الدقيق، غادي نخلطوهم. من بعد عاد باش غنزيد الزبدة والبيض. بسم الله. من بعد كنضيف دوك جوج بيضات، وديك معلقه ديال الزبده اللي بغى يذوبها يذوبها، انا ما كندوبهاش كنخليها هكا. الزبده غير ديال البواط. دابا غادي نخلط الكل حتى يبان لينا هادشي كامل انسجم مع بعضياته. الخليط ديال الكريب ها هو واجد، غادي ناخدو غنقسمو على جوج باش ندير نص مالح ونص حلو. كي شفتو في الاول راه كنخلط غا الدقيق والحليب البيض والزبده، ما كندير لا ملح لا والو، حتى كنقسمو عاد باش ديك الساعات كل واحد كنزيد عليه داكشي اللي خاصو. هو غنقسمو على جوج، ناخدو واحد جوج ديال لي باسين ونقسم فيه. بالنسبه كي قلت لكم بالنسبه للحلو غادي نزيدوا عليه واحد معلقه صغيره ديال الفاني وجوج معالق كبار ديال السكر سنيده، نسيت ما قلتهاش لكم. والمالح غادي نزيدوا عليه، ملحة تقريبا واحد معلقة صغيرة مع مراش، وشوية ديال البزار. هاجي نخلطوهم مزيان، شدو ديك السنيده صافي. دابا غنبداو نطيبو فيهم في شي طيفال، طيفال تكون ما كتلصقش، كندهنها بشويه ديال الزبده في المره الاولى صافي، وكنبدا نطيب فيهم من جوج جهات.
مقلة ديال الطيفال، دهنتها مزيان بالزبدة بحال هكا، نخليها تتسخن. من بعد غادي نبدا نطيب فيها الكريب. غادي نبدا بالحلو، نطيبه هو الاول عاد باش نكملو، عاد باش نبدا بالمالح. بسم الله. كندير ليه بحال هكا، طابت من التحت انا قلبتها، هذه خلاتها تحمر من الجهه الاخرى. صافي ونحطها، كنحطهم في شي طبسيل، كندير فيه الثوب، شي زفكه ديال الكوزينه. وكنبقى اللي حطيتها كنغطيها باش كترجع عليها هذيك السخونيه ديالها. اللي حطيتها حتى كنسالي هاد العجين اللي عندنا ديال الحلو كامل. الملحين والحلوين ها هما وجدوا. حتى الملحين كنطيبوهم بنفس الطريقه، هادو هما الحلوين، الملحين هما هادو كنطيبوهم بنفس الطريقه اللي طيبنا بها الحلوين. دابا كناخذ كل وحده بحال هكا على هذا الشكل، هاد البلاصه كنخليوها من هنا، ناخذو على هذا الشكل. غادي ناخذو داك لادان فيمي نقسمها على جوج، غنديرها هنا في الوسط. هناخد هاد فخوماج ساندويتش حتى هو غنقسمو على جوج، باش كيجينا قد ديك لادان فيمي اللي درنا. هنطويو الجناب هكا، غنديروها هكا مثلثة ونضغط عليها، كيجيو على هذا الشكل. صافي واحدة أخرى، ناخدو داك نص ديال هذا الفيمي، غنديرو عليه فخوماج ساندويتش. نديروها هنا الوسط، نطوي هاد الجهة، نطوي هاد الجهة التانية. هنا كندير ليه هكا، كيجي مثلثات بحال هكا، كندورو وكنطويها. غادي نستمرو على هاد الشكل. وحدة غادي نديروها على هاد الجهة باش كنديكوري، وحدة كنديروها على هكا، وحدة كنديروها على الجهة الأخرى بحال هكا، وحدة على هاد الجهة، وحدة على جهة أخرى. كنستمروا هكا حتى كنكملوا هاد لي كريب سالي اللي عندنا هنايا كاملين. من بعد ما كنشكلو دوك لي كريب ديالنا كاملين، كناخدو آلة ديال البانيني وكنستفوهم فيها على هاد الشكل.
كنحطو عليهم وكنخليوهم يتحمروا. ديك لاصوص شوكولا اللي غادي نعمر بها لي كريب، هاد لي كريب سكري، كناخد ديك لا كريم فريش كنديرها فوق في شي كاسرول فوق البوطه، نخليها تطلع ليها الغليه، ومن بعد باش غنضيف عليها الشوكولا ديالنا. النهائي ديال لي كريب ديالنا المالحين والحلوين هو هذا، كيجيو رائعين بزاف الكاد، واهم حاجه انهم اقتصاديين، بعجين وحده قدرنا نخرجوا جوج نواع ديال لي كريب. بالنسبه لي كريب حلوين درنا لهم لاصو الشوكولا، وفي الفوق زوقتهم بخويطه ديال الشوكولات، ودرت لهم لوز كونكاسي محمر. بالنسبه لي كريب المالحين درت ليهم فرماج محكوك من الفوق، ورافقتهم بصوص اجيريان. كنتزينوا باي حاجه متوفره عندكم. كنتمنى الاقتراح ديالهم يعجبكم، كما العاده الا عجبكم لا فيديو عملوا لايك وسبسكرايب، ما تنساوش تفعيل الجرس باش دائما توصلوا بالجديد ديال القناه. شكرا لكم بزاف، بسلامه.